أخبار المنتخب العراقي من قناتكم فوركي سبورت. قبل بداية الفيديو لا تنسى دعمنا والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد. هيا لنذهب إلى التفاصيل. عاجل. مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس تلقى اتصالا من اللاعب دانيلو السعد الذي اعتذر عمن حدث في بطولة كأس آسيا ومغادرته كأس آسيا بشكل مفاجئ، إذ أبدى المدرب تفهمه لوضع اللاعب حينها وعدم قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للمنتخب العراقي بحسب. وأكد كاساس لدانيلو بأنه لاعب مهم وضمن خططه، وجلوسه على المدرجات في مباراة إندونيسيا لا يعني إنه ليس ضمن خططه، وكان سيحظى بدقائق من اللعب لو كان استمر مع الفريق العراقي في كأس آسيا. وأبلغ كاساس بعد انتهاء المكالمة مساعديه بأن دانيلو السعد سيكون ضمن خياراته للمرحلة المقبلة، وستكون مباراة الفلبين في البصرة هي أفضل فرصة للزج باللاعب في المجموعة مجددا لكي يحظى بحب الجماهير العراقية التي من المتوقع أن تحضر بقوة في المباراة. عاجل. دانيلو السعد تم حل المشكلة، وتكلمت مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان دريجال والمدرب كاساس وتفهموا وضعي، والآن ليست هناك أي مشكلة، واعتذر عمن حصل في المعسكر حيث كان وقتا صعبا لي. كان الحوار معهم جيدا للغاية. هناك بعض الشائعات خرجت عني وهي ليست صحيحة. كل ما حصل أنني لم أكن بحالة نفسية جيدة، وأنا فخور بما قدمه المنتخب العراقي. عاجل. مدرب المنتخب الأولمبي راضي شينيشل يرفض المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية خلال فترة التوقف الدولي في مارس المقبل بمدينة الدمام السعودية، خوفا من أن يكون لها مردود سلبي على المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات بطولة آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 15 من أبريل حتى 3 من مايو المقبلين، حيث يرى شينيشل أن المشاركة قد تعرض لاعبي الأولمبي للإصابة وتأثير ذلك على مشاركتهم بطولة كأس آسيا تحت 23. عاجل ورسميا. الاتحاد العراقي يوافق على طلب عماد محمد بالمشاركة بفريق الشباب في بطولة غرب آسيا لفئة تحت 23. الاتحاد العراقي سيخاطب اتحاد غرب آسيا لأجل استحصال موافقتهم حول مشاركة العراقي بالفريق الشبابي. مشاركة العراق بفريق تحت 19 عام قد لا تلاقي قبول الفرق الأخرى المشاركة في البطولة، خاصة وأنها ستلعب بفرقها الأساسية التي ستخوض غمار بطولة آسيا تحت 23. يمثل العراق نادي الكهرباء يحل اليوم ضيفا ثقيلا على نادي العهد اللبناني في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك في تمام الساعة 7 مساء. عاجل. أندية كثيرة من آسيا تراقب الموهوب يوسف الأمين وينتظرون أن يشاهدون أداء اللاعب مع ناديه الألماني لكي يضعوا المبالغ والعروض له. رسميا. إضافة الظهير الأيمن لمنتخبنا الوطني الأي فاضل إلى قائمة المنتخب الأولمبي الأولية، والتي ستخوض منافسات بطولة كأس آسيا لفئة تحت 23 عام. منتظر ماجد للصحافة السويدية. التجربة مع المنتخب الوطني العراقي في كأس آسيا كانت ممتعة ومميزة. التدريبات مع المنتخب الوطني أصعب من الدوري السويدي من الناحية الجسدية، لذلك عدت إلى النادي بعد كأس آسيا بمستوى أفضل. أنا أتدرب بكل قوة كل يوم. هذه السنة أريد أن أظهر أمكانياتي وأن أظهر بشكل أفضل. خاص. منتخبنا الأولمبي قد يشهد غياب أحد الأسماء التي تمت دعوتها مؤخرا والتي يعول عليها الملاك التدريبي من قبل التواجد في بطولة كأس آسيا لفئة تحت 23 عاما، حسين علي. إدارة فريق نادي هيرنفين الهولندي تجد صعوبة في إرسال اللاعب مع منتخبنا للبطولة بسبب تزامنها خارج أوقات الفيفا داي. 14 محترف منتخبنا الأولمبي العراقي يخوض كأس آسيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد باريس. رسمياً. إدارة نفط الوسط تسمي نور صبري مديرا للكرة في النادي وتمنحه صلاحيات كاملة لتطبيق أفكاره واستراتيجيته للتطوير والارتقاء بالنادي.
إلى هنا انتهى موجزنا الإخباري. لا تنسى دعمنا والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد.